السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جماعة الخير في القناة، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. مبروك عليكم ومبروك علينا ومبروك على كل واحد ساند إيمان خليف، سواء كان عربي أو أجنبي. الفوز نالته عن جدارة واستحقاق، فوز بهذه الميدالية. هي أصلا قالت أنه هذه الميدالية هي ميدالية شرف وكرامة، رفعت العلم، رفعت اسمنا عالي. النشيد الوطني دوى القاعة البارح في باريس، يعني كان احتفال في كامل الولايات، معظمها احتفال كبير صار في باريس. جالية شرفتنا، ربي يحفظهم، كنتوا شعب يعني ما شاء الله نورتونا، والشعب الجزائري كامل بالصغير بالكبير، الشيباني الشيبانية وكلهم يعني كانوا فرحانين بهذاك الفوز والتتويج. مبروك إيمان، يرحم الأميمة اللي جابتك ويرحم البو اللي كبروا ربا. هذاك الفوز وهذاك المجهود يعني حقيقة كان أكبر من سنها، والإصرار اللي كانت يعني الثقة في النفس، يعني ما شاء الله طفلة، ربي يكثر من مثالك يا بنتي وربي يحميك وربي يحفظك. بعد الفوز انتحى انتحى البارح، كان هناك ندوة صحفية. أولا نقول لكم عاونونا باشتراك في القناة، ادعموا القناة فضل النساء أمرا، ديرونا بصمة على الفيديو وخلوا تعليقاتكم وشاركوا في الشيء اللي راح نقوله. راح نعطيكم الأسئلة، حاولت نترجمها للعربية لأنه طرحها بالفرنسية هذاك الصحفي اللي هو فرانسوا مازيت من الأغ أف إي، هذه جريدة وصحفية أو قناة صحفية إعلامية أكيد. طرح عليها واحد الأسئلة، لكن هي شجاعتها وفهمتها وحنكتها، الله يبارك، يعني جيتي شوكي كما يقولوا الكاوري، والله كنت انصدمت، يعني ما كنتش نتوقع أنها تكون بهذا الصلابة وهذه الرزانة، يعني طفلة بمئة الراجل. اسألها سؤال، وش قالها؟ قالها كي نطرح عليك سؤال الإجابة تكون باللغة الفرنسية، هذه نقطة. نقطة أخرى وش قالها؟ هل يمكن أن تقولي لنا إذا كان لديك شعور اليوم بأن كرامتك قد استعيدت، وإذا كنت تعتقدي أننا سنعرف يوما لماذا حاول الاتحاد الدولي للملاكمة تشويه سمعتك بهذه الطريقة؟ ردت عليه بنت الناس، بنت الساس، بنت الأصل وبنت الفهامة: أنا آسفة، اللغة الفرنسية قليلة. وردتها له بلش باللغة الإنجليزية: لا أستطيع الكلام، لذلك سأتكلم بالعربية. أحسنتي يا بنتي، أحسنتي أحسنتي، لأنه في ناس يعني لاعبين مفهمتش علاش يجيو يعني في موقف كيف هكا يتقل يعني يتكلموا بلغه ماهيش لغه الحقيقيه. يعطيك الصحه، هذا بوان يعني زدتيه البوان تاعك، الاجتهاد اللي درتيه وجبتي لا ميداي دوغ على خاطره. قلت له يمكنك الترجمه. بعد قال: هل تعتقدي ان شرفك قد تم تنظيفه اليوم؟ يبقى جاوبته إيمان على كل الأسئلة هذه. نخلوكم مع التصريح ونرجع نقول كلمتي في حق هذه البنت. It's later. I can't speak. So I speak in Arabic after you can translate. Can you repeat the first question? Do you think your honor is cleaned today? Est-ce que vous pensez que votre honneur a été lavé par cette médaille? أكيد طبيعة الحال أظن أنني استعدت شرفي، ولكن الأشياء اللي قاموا بها في مواقع التواصل الاجتماعي هي أشياء تخل بالحياء، أشياء ما عندهاش معنى، ما تمس كرامة الناس، تقدر حتى تغير ذهن وتفكير العالم. الحمد لله أنا قدرت نتجاوز هذا الفترة. بالنسبة للاتحاد الدولي للملاكمة، أظن أنني من سنة 2018 وأنا أمارس الملاكمة مع اتحاد دولي الملاكمة إيبيا. هذا هو يعرفني جيدا، يعرف قدراتي، يعرفني أنه كيفاش كنت وكيفاش وليت.
أنا ما نسمعش لهذا الاتحاد، هو اتحاد غير معترف به، هنالك عديد من الأشخاص يكرهونني لا أعلم السبب، ولكن أنا اليوم رسلت لهم رسالة واحدة، هي الميدالية الذهبية، أقول لهم شرفي فوق كل شيء. شكرا لك. إيمان خليف، أنت أسطورة، أنت الحدوتة اللي راح يجي نهار ونحكيوها لأحفادنا، رفعتي راسنا عاليا، كانت محنكة في الرد والجواب على هذاك الصحفي. أكيد إيمان شرفنا وعلمنا أهم من كل شيء. تحيا الجزائر، ولو شرايكم أنتم.